كيف لنا أن نصدق ما حدث؟ ما زال الوقت مبكرا، وما زال القلب ينبض ويضج بالحياة. كيف يغادرنا هذا الوجه المشرق؟ كيف يغادرنا هذا الصوت الجميل؟ سدان تميم، كيف نودعك ولم نشبع منك بعد؟ فأنت كالوردة التي تنتظر ساقيها كي ترتوي. هل روت دماءك الزكية قاتلها؟ كيف انفضت يد الحب إليك؟ ألم يخجل سكينه أن يلمس جمال وجهك؟ ألم ينحني هي التي حرمتنا من فمك الجميل؟ تتسابق الكلمات لتعبر عن مدى حزننا وصدمتنا الكبيرة. هل تعلمين كم أحببناك؟ هل تعلمين كم اشتقنا إليك؟ ماني يا حبيبة قلبي بالسلام، فأنت بروحك الجميلة زرعت في قلوبنا السلام، وبصوتك الدافئ حركت فينا أجمل المشاعر. سوزان تميم، نودعك اليوم وصوتك باقي دائما.